بقيت بخمس مدافعين يعني سلمت خط الوسط، وعندهم هم افضل لاعب طبعا هذا كريزمان يلعب بالمنتخب مو نفس النادي بالمنتخب افضل يعني اداء اداء على مستوى عالي يعني مو طبيعي لاعب مو طبيعي بالمنتخب صح. تجي البرشلونه ما نجح هو نجح باتلتيكو مدريد يعني وضعه طبيعي بس من تشوفه بالمنتخب لا يعني ماكو امكانيه يعني هو يقطع وهو يصنع اللعب وهو يسوي الهجمه فسلم الخط الوسط يعني زين. وبشكل عام كان المغرب يستحق الخسارة بالمباراة؟ لا هو شوف أستاذ علي هم طبعاً هم يعتبرون فريق عالمي طبعاً بما أنه كلهم اللي بتشوفه واللي يوصل لنصف نهائي طبعاً هو فريق عالمي طبعاً. فمن يعني من تجي للفرص اللي تحققت لهم وال يعني الروحية اللي عندهم طبعاً هم روحيتهم أعلى من المنتخب الفرنسي مو معنى هذولاك بس هم تدري جمهور وكل صار عندهم باور بها بعد هذا الوصول مو طبيعي يعني الضباط العالي شافوا تفاعل الجمهور العربي والمغربي اكيد فهم صارت عندهم نوعا ما يعني روحيه اكثر بس انت مو بس الروحيه لازم الاداء انت شوف من صارت التغييرات اللي اجراها مدرب منتخب المغرب منتخب فرنسا سيطروا باللعب عكس التبديلات اللي قالها كابتن مهدي منتخب فرنسي من طلع المهاجم جيرو لعب